السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي منهج كونكت 2 للصف الثاني الابتدائي جريد 2. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض يونت 7 الوحدة 7 في الفصل الدراسي الثاني، وعنوان اليونت أو عنوان الوحدة Into the Countryside، يعني إلى الريف. كنا شرحنا في الفيديو اللي فات Lesson 1 الدرس الأول. النهاردة إن شاء الله معدنا مع Lesson 2 الدرس الثاني. هنبدأ بالفوكابلاريز، الكلمات بتاعتنا. أول كلمة بتقول معايا نحلة بي، أول كلمة معايا هنا في Lesson 2 في الدرس الثاني نحلة بي، نحلة بي، بي دبل إي بي، بي دبل إي بي، نحلة بي، زي ما بتنطق حرف البي بالظبط يبقى نحلة يعني بي. رقم 2 نملة أنت، نملة أنت، أنت A N T، أنت A N T، أنت نملة أنت. يحب love، يحب love، L O V E love، زي مثلا لما تقول لماما I love you أو هتقول لبابا I love you. يحب love، love، يبقى عندي نحلة بي، نملة أنت، يحب love. طائر بيرد، طائر بيرد، بيرد بي اي ار دي، بيرد بي اي ار دي، بيرد بي اي ار دي، بيرد طائر بيرد، طائر بيرد، طائر بيرد بي اي ار دي، بيرد. ليمونة يعني ليمون، ليمونة يعني ليمون، ليمون ال اي ام، ال اي ام او ان، ال اي ام او ان، ليمون، ليمون. يا راسي، يا راسي، يا راسي، اس دبل اي سي، اس دبل اي سي. يبقى هنعيد اعاده سريعه كده على الفوكابلاريز بتاعه يونت 7 الوحده 7 ليسن 2 الدرس الثاني لجريد 2 للصف الثاني الابتدائي. نحله بي، نحله بي، بي دبل اي، بي دبل اي، نمله انت، اي ان تي انت. يحب لاف، يحب لاف، ال او في اي لاف، يحب لاف. طائر بيرد، طائر بيرد، بي اي ار دي بيرد، بي اي ار دي بيرد، طائر بيرد، طائر بيرد. ليمونة ليمون، ليمونة ليمون، ليمونة ليمون، 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 ال اي ام او ان. يرى سي، يرى سي، يرى سي، اس دبل اي سي، اس دبل اي سي. في الفوكابلرز اللي احنا اخدناها هناخد معاها اتنين بروبوزيشن، بروبوزيشن معناها حروف جر، بروبوزيشن حروف جر، بروبوزيشن يعني حروف جر. عندي حرفين جر بتاع النهاردة، في يعني ان، في يعني ان، وعلى يعني اون. في يعني ان، بص كده للصورة البيكتشر اللي عندك، في يعني ان، وعلى يعني اون، على يعني اون. وطبعا كلمة سمكة يعني fish، f i s h، ولاحظ ان ال s h مع بعض بتتنطق حرف الشين، ال s h لما تيجي مع بعض بتتنطق حرف الشين، سمكة fish، سمكة fish. نبدأ الجرامر بتاعنا بتاع lesson 2. ان شاء الله في نهاية الدرس هسيب لكم الفيديو بتاع الدرس الاول في اخر الشرح. الجرامر بتاع lesson 2 الدرس الثاني بيتكلم عن النيجاتيف، نيجاتيف يعني نفي، نيجاتيف يعني نفي، نيجاتيف يعني نفي. طب تعالى نشرح مع بعض. في ليسن 1 الدرس الاولاني خدنا يوجد للمفرد there is، يوجد للمفرد يعني there is، خدنا في الدرس الاولاني يوجد للمفرد there is، وان هي بيجي وراها singular noun يعني اسم مفرد. there is يعني معناها بالعربي يوجد للمفرد، بيجي وراها singular noun يعني اسم مفرد. طب النهارده بقى هناخد ازاي ان انا اعمل جمله there is وحولها change into negative، احولها للنفي. بحاجة بسيطة جدا، بنزل there زي ما هي، بنزل there زي ما هي، و is اخليها isn't، is اخليها isn't يعني is not. وطبعا في الحالتين او في الجملتين، اذا كانت الجملة العادية sentence او الجملة النيجاتيف النفي، في الحالتين بتنزل اسم المفرد، يعني بعد there is بيجي وراها اسم مفرد، وبعد there isn't بيجي وراها اسم مفرد. يبقى انا النهارده عندي يوجد مفرد there is، وعندي النيجاتيف بتاعها النفي بتاعها there isn't، there isn't، بنزل is واحط لها not، n apostrophe t، كده يبقى انا عملت نيجاتيف نفي.
طب عايزين نلاحظ حاجة صغيرة لسه قايلاها، ان is، ان is بحطها زي ما هي واضيف لها not عشان احولها للنفي. تعال ناخد مع بعض example. Example number one، المثال الأولاني، there is a bird on the grass. There is a bird on the grass معنى الجملة يوجد طائر على العشب. يوجد طائر على العشب، جملة زي كده عايزة أخليها negative، change into negative يعني أحولها للنفي. يعني إيه أحولها للنفي؟ يعني أقول لا يوجد طائر على العشب، ده باللغة العربية. طب in English أحولها إزاي؟ أنزل there زي ما هي، التحويل كله هنخلي is تبقى isn't، التحويل كله إن is تبقى isn't، وباقي الجملة بتنزل زي ما هي، a bird وأدي on with a grass. يبقى عشان احول جمله بادئه there is احولها النيجاتيف نفي، بحول بس is الى isn't، يبقى انت كده عملت change into negative، حولت للنفي. طيب الاكزامبل اللي بعد كده، there is a fish in the river. There is a fish in the river يعني يوجد سمكه في البحر في النهر. There is a fish in the river يعني يوجد سمكه في النهر. عايزه اعمل الجمله دي تتحول للنفي، change into negative، بنزل there زي ما هي، و is هي اللي بتتحول إلى isn't أو بيضاف لها not. يبقى is تبقى isn't، there isn't a fish in the river، لا يوجد سمكة في النهر. يبقى أنت كده عملت change into negative، حولت إلى النفي. وخد بالك لسه قايلين حرفين جر مهمين جدا، إن هما in و on، إن هما in و on، في يعني in وعلى يعني on، لان انا بستخدمها في الجمل بتاعه النهارده. طب احنا اتكلمنا عن نيجاتيف النفي، عايزين نعمل ميك ا كويستشن، خدناه برضو الدرس اللي فات وبيتعاد معانا في الدرس ده كمان. هنبدا السؤال بايز ذير، هنبدا السؤال بايز ذير يعني هل يوجد، وبرضو ايز ذير بيجي وراها اسم مفرد، وهنا بقى هنستخدم حروف الجر اللي اخدناها مع بعض، يا اما ان يا اما on على حسب البيكتشر او الصوره اللي عندي. تعالوا ناخد اكزامبل. الاكزامبل بيقول ايه ذير، هنا معنى ايه ذير ايه بالعربي؟ قلنا الحصه اللي فاتت او الدرس الاولاني ليسن 1 ان اي سؤال بادئ بايز معناه هل، اي سؤال بادئ بايز معناه هل، يعني انا اجاوب عليه بايه؟ بجاوب عليه يا اما بيس يا اما بنو، بنعمل حاجة اسمها عملية المقص، يا إما بإز يا إما بنعمل حاجة اسمها عملية الإيه؟ المقص. على حسب الصورة اللي عندي، لو الشيء موجود هنقول يس، لو الشيء مش موجود في الصورة هنقول نو. بيقول إيز ذير، هل يوجد a boy، هل يوجد ولد on the grass على الحشائش أو على العشب؟ طبعاً مظبوط، يبقى هنقول يس. خد بالك هنعمل عملية المقص، إن الكلمة الأولى تنزل تبقى رقم 2 والكلمة 2 تنزل تبقى رقم 1، أول كلمة تنزل تبقى كلمة رقم 2 وتاني كلمة تنزل تبقى رقم 1، يبقى yes there is. وعندي example كمان بيقول is there، هعيد تاني، أي سؤال بادي بإيز معناه هل، أي سؤال بادي بإيز معناه هل، is there يعني هل يوجد، is there هل يوجد، وبيجي وراها كلمة مفرد، بعمل سؤال بعمل جملة بيجي وراها كلمة مفرد. is there a pea in the sky، هل يوجد نحلة في السماء؟ بص كده دي صورة نحلة، طبعا no نو no. بنعمل برضو عملية الايه؟ المقص. there دي رقم 2 تنزل تبقى رقم 1، وراها is. خد بالك من حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ ان نو الاجابة اللي بادئة بنو لازم اخرها يبقى not، الاجابة اللي بادئة بنو لازم يبقى اخرها not، يبقى الاجابة no there isn't، no there isn't، no there isn't، لا يعني لا يوجد. لكل متابعي منهج كونكت 2 جريد 2 الصف الثاني الابتدائي الترم الثاني، يا رب تكون استفدت النهارده من حصتنا، يا ريت تدعمونا اشتراك سبسكرايب في قناتنا، قناتنا شو الانجليزيه، مع تفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد، وبالتوفيق ان شاء الله.